العيال كلها بقى شكلها نظيفه، والبنات اللي هم حالقين شعرهم نص ونص. مش عارفه، انا ارتحت للمكان كده، حسيت انه ده مكاني. بس انا لسه تدريب يعني، محدش قال لي اعمل ايه اساسا. بقول لك ايه، الفرق بين المانوال والاوتوماتيك مش قليل، بس الكام الف اللي هتدفعهم زياده دول هيرحموكي من الزحمه واول وتاني ودبرياج، وانت اصلا ما بتعرفيش تدوسي بنزين. وبدل ما انا ما بعرفش اتنيل هغرم كل الفلوس دي ليه؟ كتير قوي. لا انا ما عملتش حسابي على الفلوس دي. لا 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 يا دعاء، ما احنا بقالنا 48 سنه بنقول لك هاتي اي خرا تمشي بيه في الشارع، ما الاسعار غليت والدولار غلي. خلاص انا بستنى لما يتعدل. يا بنتي حرام عليكي بقى، عايزين نركب عربيه نظيفه مره قبل ما نموت. يلا يا اولاد، مش هتطلعوا تشوفوا عريس بنت خالتكم؟ ايه ماما، ده هنطلع كلنا. ايه الاحداث ده؟ ازاي بقى؟ لازم نبقى حواليها عشان تحس بالعزوه. يا ماما عزوه ايه؟ عزوه ايه؟ الراجل جاي اول مره يخطبها، هيلاقي ولاد خالتها قاعدين حواليه. هبل قوي يعني. خلاص بلاش، انتوا حرين كتكون قرف. ماما ايه رايك في حوار العربيه ده؟ انا رايي تخلي فلوسك معاكي، هتنفعك في جهازك. يا ماما ما هي على قلبها قد كده، دي تلاقيها لسه محوشه العيديات بتوع اعدادي. لا العيديات دي بتجيبهم ده من زمان. يا ست ربنا يزيد ويبارك، هاتي ذهب وعربيات، خليكي كده ماشيه جامده في نفسك. تسمعيش كلام العيال الهبل دول، ما تخليهمش يضحكوا عليكي، خلي فلوسك معاكي احسن لك. ماما 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 معلش، بس ممكن تروحي بس المكان اللي انت كنت فيه دلوقتي عشان انت كده بتوقفي حالنا. بس يا بت، انت بتدفعي معايا الاقساط؟ ايه؟ لا 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 لا، انا معيش فلوس وما بحبش الاقساط دي. بص تيجي سيره الفلوس تخلي المكان فورا. يا دعاء انت الكسبان، ده احنا جايبين لك كرسينا اللي فهو في العربيه وسايبينهولك، ولو اتجوزتي يا ستي خدي العربيه. طب وافرض اتجوزت بكره، انت استفدت ايه بقى؟ غمامه وهتتشال من علينا. حيوان.